سلام أدون حايم. نو ما خداش؟ أخبار منيحة وبتسرى كتير وبتريح إسرائيل كلها. بتريح إسرائيل؟ يدعت شموت شي المخبلين خداشين؟ عرفت اسم شخص واحد بس. راك إخاد؟ راك إخاد، بس هالشخص مش شوي خطير كتير على دولة إسرائيل. نو ما شمو؟ أعطيني اسمه. المخرب سعيد فاروق عزام. أنا فاروق عزام أبو سعيد اللي عمره صوته ما عيلي بالحارة إلا بالحق. يجي إخوانك الاثنين ويعلوا صوتهم بالحارة ويفضحوني. بتضلك فاروق عزام ولك كلمتك وهيبتك بين الناس. لا ظل كلمة ولا ظل هيبة. صريخنا وصل لآخر الحارة. إخوانك سود وجهي يابا. ما عاش ولا كان لي سود وجهك يابا. بعدين عادي، كل بيت ورا حيطانه مستور، بس أنت ارتاح ارتاح وما تضايق حالك. كيف ما بدي اتضايق واخوانك الاثنين مو مصليين على النبي؟ كانوا حيذبحوا حالهم قدامي. سعد غضب بيهمش يابا، بكره بيتصالحوا بيرجعوا حباب. هذول اخوان بيستغنوش عن بعض. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يهديهم يا رب، الله يهديهم. طيب انا جاي احضر لك لقمه تاكلها. لا يابا لا، مالي نفس. حتى من ايدي مالك نفس؟ بدي اقوم اشوفها بغسان شوي. طيب انت قوم، ولما بترجع بتلاقي الاكل جاهز. الله يسعدك يا يابا يا وسام. الله يسعدك ويوفقك. والله اللي بشوفك تالهم بقول ما هن اخوان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مهما كان يا سعيد هذا بيضل اخوك. وسام هذا مش اخوي. مش اخوي. هذا اللي برا مش اخوي، لا من امي ولا من ابوي.
اخوان من نفس الاب والام، بس من طول عمرنا مختلفين، حتى بالانتماء الحركي مختلفين. اسامه انا ما عاد فيني مخي استوعب ايش تبي تقول بالضبط. انا ماني فاهمك، شنو تقصد؟ يعني انا من حركه وهو من حركه ثانيه. ليه بس شنو تعريف الحركة عندك؟ يعني مثل الحزب. وسبحان الله الحزب اللي أنا بنتمي لإله والحزب اللي بنتمي له هو كمان مختلفين. بعد هذا مو عذر يا أسامة، حتى لو كنتوا تنتمون للحزبين مختلفين في الأفكار والتوجهات تبقون أنتوا إخوان من دم ولحم، متشابهين في كل شيء. اللي بيقول لك إنه في اثنين بهالدنيا بيتشابهوا بكون عم يكذب عليك. معقول يعني الأحزاب تفرق الأخوة عن أخوه؟ المصالح بتفرق الأخوان والسلطة بتفرق الأخوان. بضلش إشي بهالدنيا ممكن يجمعنا، لا بيت ولا وطن حتى صلة الرحم. ما بيضل غير الله الوحيد هو اللي قادر يجمعنا. ده خلاص ريح نفسك، اشتري دماغك، خليك حر، لا تنتمي لأي حزب من الأحزاب. بهاي البلد ما بتقدر تعيش بدون أحزاب، الحزب شر لابد منه. بعدين صار ضرورة سياسية، الحزب عامل مثل القبيلة، القبيلة اللي بتحميك، القبيلة السياسية اللي بتحميك بتحمي مصالحك بتحمي أملاكك بتحمي وظيفتك. الحمد لله احنا غير، احنا موضوعنا غير. احنا عندنا بالكويت قبيلة هم أهلك، هم عزوتك، ناسك، أمك، أبوك، أختك، أخوك. أنت عندك أخوان؟ كان عندي، كان عندي الله يرحمه، مات هو صغير في حرب 82 على لبنان لما اجتاحت إسرائيل، اجتاحت كل لبنان. يعني إلك ثار عند الإسرائيلي؟ ثار؟ عند الإسرائيلي. الحين يما وين بتروحين؟ ايش راح نسوي؟ ما بعرف وين بدي اروح ولا بعرف شو بدي اسوي. حاسة الدنيا كلها مسكرة وشي، حاسة حالي كأني واقفة لسا الدنيا، لا لي قدراني استمر ولا لي قدراني ارجع. انا كل اللي خايفة عليه بهالدنيا وانتي، انا خايفة عليكي انتي، خايفة اتركك بهالزمن الغدار لحالي. يما حبيبتي لا تخافين علي، لا تحاتيني. أنا استهدي بالرحمن يا سعيد يا عمي.
يا أسامة. اهدى. الظاهر انه اخوي مش ناوي يجيب هالبره. أسامة انا قلت لك من الاول خليني اروح خليني امشي. انت يا زلمه انت مش وقتك هلا. ايش بتسوي زين؟ ايش بتسوي؟ حتى الله يا سعيد حتى الله. خليك قاعد هون بالغرفه ما تطلعش لبرا. أسامة أسامة حتى الله يا سعيد حتى الله. يمكن عندي وياه موجه هسه. انقلعوا من هان. نادي لأمك بسرعة بسرعة. بحكي لكم انقلعوا من وجهي هسه. رجع الله يخليك يا سعيد ارجع. عم توقفي بوجهي؟ اسمع ولا هسه بطب غلطك بتطلع برا الدار. يما وينك؟ يما 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 وينك؟ يما يما وينك؟ يما سعيد اترجاك يا سعيد اترجاك. انا بطلع من البيت خلاص انا بطلع. عيب يا سعيد عيب. استهدي بالرحمن يا أسامة صلى على النبي. انت اخوان فوت الضربة جوا فوت الضربة جوا يا فايزة. لا مش فايتة. انت اللي بدك تجي معي عين اللي بيصير. خلص خلص ما حصل الا الخير. يلا يلا سلامة 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 قلبي. الله يسلمك. أسامة مش دخلك. فوت انضبط غرفتك انت الثانية احسن ما فضيها الفرد براسك. أسامة 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 عشان خاطري انا اوكي عشان خاطري. تعال اهدى اهدى. صل على النبي صل على النبي. استريح. اللهم صل على النبي. هدي نفسك هدي هدي هدي. شنو هذا بايدك؟ أسامة عطني اياها. أسامة عطني اياها.
المساقات. سامي سامي اهدى يا سامي. سامي 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 اصحى كيف اصحى ركز على 20,000. هو شو مسوي؟ أنا العقل المدور وهو اللي نفذ وبس.
either. شوفي شو صاير؟ قولوا لنا ايش فيه؟ بعد ايش فيه؟ بعد بعد قولوا لنا ايش فيه؟ هذا بيتي، بيتي أنا. مشان الله بعد عمرك. هذا بيتي، بيتي. مشان الله. ليش عبد الله؟ ليش سويت فينا كذي؟ عبد الله أنا. أنا لما طردتك من البيت كنت تعبان عبدالله أنا لما كنت أدش بس أدش غرفتك بس وما أشوفك فيها تعرف شنو كان يصير فيني؟ أشوف الغرفة فاضية وانت مو موجود فيها والله لو كنت تدري كان تبكي من البعدم يبا انا ما قدرت اتحمل اللي صار ما تحملت اكون سبب موت امي ما تحملت وقف قدامك واتهم امي بالخيانه شنو؟ يعني انت ما شفت شيء؟ يعني انت اتهمت امي ما شفت شيء؟ تكلم يا عبد الله الله يخليك تكلم طول غيبتك واحنا نبعد هالسالفه من بالنا مو مصدقين من الحكي اللي قلته عن امي حرام والله حرام عبد الله حرام عليك حرام عليك اللي قاعد تسوي فينا. زين قول. تكلم قول اي شيء. حبيت. الكلام اللي قلته عن امك صح ولا غلط؟ سجن. سجن. سجن في احد كان غرفة أمك؟ قول عشان أرتاح تحت جعبيت عبيد تكفى ريحني ابوك تعبان قول اي شيء عشان ارتاح حرام عليك ريح قلب ابوك تعجى قول اي شيء علشان ارتاح فيصل انت صدق تبي تتزوجني؟ نوره ايش فيك؟ كم مره سالتيني هالسؤال وقلتك فعلا انا ابي اتزوجك؟ ما ادري ماني مصدقه اني بصير مرتك. احس كنا حلم. خلاص يا نوره. الحلم هذا اللي تقولين عنه صار حقيقه. بس ما كان مبين عليك. يعني ابي افهم يعني شلون ما كان مبين علي؟ انك تحبني. لا. انا اقول لك اياها بصراحه انا ما كنت احبك. نورة اسمعيني أنا شخص دبلوماسي وممكن أتكلم في التجارة في مجال السياسة طريقة دبلوماسية بس في حياتي الخاصة وفي حياتي العامة لا أتكلم الحقيقة والصراحة كنت عارفة أن طلبك بالزواج مني مجرد تعاطف أو يمكن إحساس بالذنب لا هذا ولا ذاك وأنا أقول لك إياها بكل صراحة يا نورة لو ما كنتي أنت زوجتي كانت بتكون واحدة ثانية
أبيكم كلكم تسامحوني إذا كذبت عليكم واتهمت أمي. إيه كذبت عليكم، بس أنا شفتها بعيوني، شفت الريال وهو ينحاش من البيت. لا يبا، أنت ما شفت أحد، أنا اللي اخترعت هالكذبة. عبيد، عبيد لا تكذب علي، عبيد لا تكذب علي مرة ثانية وتحاول تبري أمك. أمك ماتت خلاص، ماتت وخذت حقيقتها معاها، سواء كانت مذنبة ولا بريئة ما تفرق عندي. اللي يفرق عندي شيء واحد بس، إننا نرتاح كلنا، نبي نرتاح، نبي نعرف الحقيقة علشان نرتاح. يبا صدقني، كلكم كلكم صدقوا، أمي ما سوت شيء، أنا سويت كل هذا. كنت أبي أسافر العراق، كنت أدري إن ما حد فيكم راح يرضى. طموحي كان أول كويتي يروح يغطي الأخبار هناك، ما كنت أدري بيصير كذي. صدق إنك واطي و... فواز! احترم أخوك العود، هذا مهما كان أخوك لازم تعرفون إن البيت هذا لاحترامه. إذا عبيت غلط هو اللي تعمل نتيجة غلطه، مو تيجي تلومه قدامي. ايه أنا غلط، وتحمل هالغلطة، لا تلوموني، أدري انكم ما راح تسامحوني، شو أسوي؟ كنت مشتاق لكم، جيت عشان أقول لكم الحقيقة وشيل الشك اللي زرعته بقلوبكم وريحكم. إيه ريحكم، ومن قال لك إن إحنا ارتحنا؟ ها؟ أنا ما راح أرتاح إلا أنا عارف الحقيقة. يبا صدقني اللي قاعد أقول لك إياه هي الحقيقة. لا لا مو الحقيقة، أنا عارف إن الحقيقة شيء واحد بس، إنه هناك أكو ريال كان بغرفة أمك. لا يا يبا، يبا أنا ما قاعد أكذب عليك. لا قاعد أكذب، ما أقدر أخدع عيوني وأقول إني ما شفت. الصورة اللي شفتها اللي صارت بذاكرتي عمرها ما راح تنمسح من راسي أبد. منو؟ قوم يا سعيد، قوم قوم يا حبيب قلبي، قوم يا سعيد، قوم قوم يا سعيد، ارد علي يا سعيد، قوم يا سعيد يا سعيد. Ah.
حبيت حبيت انا ما بدك شيء غير انك تقول الحقيقه بس. يبقى هذه الحقيقه، هذا اللي شفته. ايه شنو؟ تكلم. يبقى هذا رفيجي وانا كنت متفق معه. ها شنو؟ متفق مع رفيجك علشان تدخل غرفة امك؟ لا يا يبا، هو لا يعرفها ولا شافها. انا جبته من الباب لغرفتي اتفقت معها على الخطة. لما طلعت امي كنت اصارخ. تصرخ عشان تفهمنا انه كان بغرفة امي، مو كذي؟ لما شفتكم طلعتوا من غرفكم قمت اصارخ والحق رفيجي. رفيجي اللي شفته. ايوه ابويت ليش؟ ها؟ قول لي ليش؟ ابويت قول لي ليش؟ ليش كل هذا؟ ها؟ يعني كل هذا علشان شنو؟ علشان تسافر العراق؟ يا اخي تقدر تسافر يا اخي، ومن هم يمنعك اصلا؟ تقدر تسافر باي وقت انت تبيه من غير ما تسوي هالتمثيليه هذه وتضيعنا كلنا. ليش؟ ليش عبيد؟ ليش؟ يبا صدقوني انا ما كنت ادري بيصير كذي. تكفون ما ابي احد يسالني. شلون ما نسأل؟ شلون ما نسأل؟ فهمني شلون؟ شلون ما نسأل؟ مو لازم نسأل؟ كذي تهدنا وتطلع وتمشي وتخلينا حق ظنوننا وشكوكنا وتقولي لا تسألون؟ زين قول لي انت من اسأل؟ قول لي من اسأل علشان تريحنا؟ يوفا صدقني انا بنفسي ما كنت اتوقع راح يصير كذي. انا قلت أمي بتزعل مني يومين وأنا أسوي نفسي زعلان وأطلع من البيت. حرام عليك، حرام عليك، حتى بليش ما أفكر مثلك. بس ما أبي أسمع أي شيء عن هالموضوع، انتهى خلاص. لا خلاص، أمكم راحت، الحجي هذا كله ما منه فايدة. عبيد أطلع، أطلع عبيد أطلع. اطلع غرفتك وتكفى عبيد. تكفى، حاول انك ما تخليني اشوفك. ما ابي اشوفك.